يقول أنا شخص مولود في بلاد كافرة وحاصل على جنسية تلك الدولة، وأريد أن أهاجر إلى بلدة إسلامية للسكنة والاستقرار، لكني أريد أن أعود إلى تلك البلاد بين فترة وأخرى لمدة 2 أو 3 للتجارة وغيرها، فما حكم هذه المسألة؟ نسأل الله أن يعينك على الهجرة والانتقال إلى بلاد المسلمين. فإذا احتجت إلى السفر إلى بلاد الكفار لتجارة أو لعلاج أو ما أشبه ذلك من الحاجات فلا بأس بذلك، السفر مرخص فيه بقدر الحاجة، ثم ترجع إلى بلاد المسلمين. نعم.